علمت صحيفة 24 من مصادر موثوقة أن الفنان الكبير عبد الجبار الوزير يرقد حالياً بغرفة الإنعاش بإحدى المصحات الخاصة بمدينة مراكش. وأفادت ذات المصادر أن الفنان تعرض لأزمة صحية نقل على إثرها للمستشفى، حيث تم وضعه تحت العناية الطبية المركزة نظرا لوضعه الصحي المتدهور. عبد الجبار الوزير له 4 أبناء وتشبع بفن الحلقة الذي تشتهر به ساحة جامع الفن بمدينة مراكش، فتعلم فن الحكي وأصول التمثيل قبل أن ينضم للعديد من الفرق المسرحية المحلية ويشارك معه في مسرحيات داخل وخارج أرض الوطن، أهمها فرقة الأمل والأطلس وفرقة الوفاء المراكش. ما تنساوش تكليكوا على الاشتراك على قناة صحيفة 24، وكيف ما تنساوش زورونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.